السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف موقع سهل جدا تقدر تعمل بيه أشكال ثلاثية الأبعاد. هيبدأ يحمل لي الكانفا اللي أقدر أشتغل عليها وأقول له كليك تو أد أوبجكت. تبدأ بقى تختار العنصر اللي أنت عايزه من هنا. دي أشكال كتيرة جدا. طيب أنا مش عايز عناصر، عايز إن أنا أدخل هنا AI برومت وأبدأ أكتب حاجة معينة مثلا فيلا وأقول له كريت. في ثواني بيعمل لي موديل 3D على الشكل اللي انا عايزه. وتقدر بقى تختار بقى غير شكل الروف، يعني بيديك اقتراحات للعناصر اللي بتقدر تغير من خلالها شكل الفيلا بحيث توصل للحاجه اللي انت عايزها. فانت بتدي له تكست، دي حاجه ثلاثيه الابعاد، تمام؟ يعني الموقع ده مذهل ان انت ممكن في اي لحظه اي حاجه انت عايزها بتقول له انا عايز كذا، يبدا ان هو يعملها لك، وبعد كده تلاقي اختيارات تغير لك الشكل بتاع الموديل ده تماما زي ما انت عايز. ممكن تقول له مثلا لا ده انا عايزه مثلا من غير سكند فلور مثلا، او تحذف الحاجات اللي انت مش عايزها، تزود التفاصيل، تقلل التفاصيل، كل ده من كلمه واحده كتبناها. زاد بقى بيديك شوية إمكانيات كده، يعني تشوف مثلا كفيرست بيرسون، تعمل فوكس على الحاجة اللي أنت عامل عليها سيلكت، تعمل روتيت، موف مود. تقدر بقى تعمل اكسبورت للسيلكت اللي أنت عايزه تسيبه كأوبجي أو جي ال بي، بيتحط معاه بقى الماتيريال. كلمة عملت لك موديل كامل.